وما كيقصدش الحرب وما كيقصدش التحرير، باغي غا يدير واحد السبيطي صغير، مستشفى ميداني اخوتي، واحد جوج ديال الخيام يدي لهم البوماده الصفراء والبوماده الحمراء وشويه نتاع بيتادين صافي، شويه الفاصمه. اسمع شنو قال عاود بن قرينا: سبق للمترشح تبون بصفته كرئيس أن زار جناحا للجيش في قصر المعارض وسأل عن إمكانية إقامة مستشفيات ميدانية من طرف الجيش في غزة. كيشرح الإسرائيل باش ما يفهموش غلط. الله العالم من قلنا خاف على تبون. بن قرينا خاف على تبون. لا 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 والله العظيم يصبطها. لا لا والله العظيم راه كان قالوا واحد النهار في واحد المعرض واش قادرين انتم ديروا كذا هديد بن قرينا: تحميل خطاب المترشح تبون في حملته امس معان لم يقصدها قد ينم عن نية خبيثة وهي تصب في مصلحة النظام المخزني المغربي الذي يسعى لتشويه صورة الجزائر بأي طريقة. ولاتي فلاتي وشتو شحال بانو، شتو كيفاش بان الخوف ديالهم، شتو الجبن، شتي ملي كتكون تدق ساعة الحقيقة. دابا اتهمونا حنا بأن المصلحة ديالنا زعما إلا تخاصموهم مع إسرائيل، يعني انتم راكم مزيان مع اسرائيل، ها فاهمينكم غلط وصافي. سمعوا انا نعاود لكم هذه خطيره، سمعوا ركزوا معايا مزيان خير الله. تحميل خطاب المترشح تبون في حملته امس معاني لم يقصدها، شنو المعاني التي لم يقصدها؟ هي انه الجيش غيدخل الى غزه. قال لك هذا الشيء ما قصدوش الرئيس ديالنا، انتم اللي قصدتوه وهذا الشيء اللي كديروه راه مصلحه ديال المروك، لان باغي اسرائيل تفهمنا غلط. ولا اسرائيل وبنيامين نتنياهو، هالعار بنيامين نتنياهو، اقسم بالله الا قصدنا غير شويه ديال الدول الحمر وكذا وكذا، كاين شي انقطاع اكثر من هذا السياسي العابط. كون غير دخلتوا في جواكم اصاحبي، شداكم اصاحبي، لا لا هانتوما دابا تفرشتوا مع المسلمين، تفرشتوا مع العرب، تفرشتوا مع غزه، تفرشتوا مع الفلسطينيين. دابا الغزاويين شابعين فيكم الضحك، الغزاويين دابا تخيل واحد الغزاوي مسكين يراهن، هو يراهن زادوا كملوها وجملوها، شكون حشالهم عاود؟ الله ينات تبون مسكين. عرفتي شكون حشال تبون؟ هذوك الحوثيين، واحد الاحراج داروا له عاود للسي عبد المجيد وقالوا له روح نتحدوا نمشوا ندخلوا على اسرائيل. شي واحد من داك الحوثيين دار واحد الخطاب قال له يا الجزائريين لنتحد معا، ايوا اتحد يلا زيد يلا عبد المجيد، الحوثيين اشجع منك، ها الحواته شجعان عليك انت، ايوا زيد عبد المجيد، بقات في الاف بقات في الهضره في الاصوات الانتخابيه الربعه ديال الشميت، الرئيس نتاع الشميت مع كامل احتراماتي للجزائريين، لان هذا استغلال في غزه في الغزاويين صاحبي، اقسم بالله الغزاوي لن يحترم فيكم شعره بعد الان. ان تستغل غزه، باقي تستغل داك العباط اللي عندك في تندوف، ماشي مشكل، هذوك يستاهلوا تزيد تحكوا عليهم، ماشي مشكل، هذوك اللي في تندوف زيد حك عليهم، استغل في والديهم كما بغيتي، كما هما مستغلينك، شي يحلب في شي، ولكن تستغل في الدماء ديال الابرياء وديال الاطفال، تستغل في القضيه الفلسطينيه كما استغل صدام حسين، كما استغلوا كاع هذوك اللي جايين على ظهور الدبابات. قدافي حكم الليبيين مساكن ما عرف شحال ديال البؤس وديال الديكتاتوريه، ويا ويلك تهضر بمبرر عندنا اسرائيل غادي نديروها لها، وما داروا لها حتى لعبه حتى وزه. هاي اسرائيل غادي وكتمدد، غادي وكتزيد في الهجومات ديالها، ودابا كتلعبوا عليها في الانتخابات، ديريها انت في برنامج انتخابي، كتستنى السيسي يفتح لك الحدود في برنامج انتخابي،
ما جاوبتي الناس على الماء، ما جاوبتي الناس على التريسينتي، ما جاوبتي الناس على التران، ما جاوبتي الناس على حتى لعبه، وهارب لهم انت الغزة وهبط لهم التيندوف تقول لهم بوليزاريو وحطر. علاش ما هضرتيش عليه اللي راه قريب عندك تما؟ زيد شنو قال هذا بن قرينا؟ يقول عود: سبق للجيش أن قام بدوره في عدة عمليات إنسانية بسبب إمكانياته اللوجستية الكبيرة وخبرته. مزيان مشى ليبيا وبدا يسرق لهم الدم، الضحايا نتاع الفيضان. ها لا لا والله العظيم لا إنساني داكشي بالصراحة تقال كما كتسمع. يا الله يعطيكم اش نقول لكم الإخوان، بقي لي 20 دقيقة في هذا اللايف سأخصصها لي أو لا بلاش ياك بلاش ياك اش بان لكم؟ الله العظيم إلا كنت بغيت نهضر ولكن كتبقاو فيا أخوتي نتوما ماشي ديال هاد نعصبكم ونمرضكم. بلاش بلاش صافي صافي نخليوها كحلوة ياك. لا هاد اللايف نخليها هكا، نقدر نهضر في الليل في هاد الموضوع هذا، هاد اللايف نخليها هكا حلوة هكا حسن. بلاش بلاش صافي 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 يا أخوتي صافي، خلينا ضحكين داكشي اللي كان غيزة حلوس. إذن نشوف واش عندي شي أخبار أخرى، لأن خير بي ما كنت كان بارتاجي عندي في الكونت الآخر مع هذاك الأخ اللي كيستغلني كيصيفط لي الفيديوهات اللايفات. شنو هذا؟ كيس كيسك يا القانس كيسمعني فيها فرنسا عمرها ما تحب لنا الخير وينعلبوا فرنسا، واللي يحب فرنسا واللي يخدم مع فرنسا أبداو يسبوا فرنسا. المراقب أبداو يسبوا فرنسا يا جدك. تخيل معايا أنت قناة كتسب فرنسا ديريك. اسمع اسمع فرنسا عمرها ما تحب لنا الخير وماكرون هادشي وصلك ولا مازال؟ أترجموا لفرنسا ويا فيها فرنسا عمرها ما تحب لنا الخير وينعلبوا فرنسا واللي يحب فرنسا واللي يخدم مع فرنسا من جبهة التحرير الوطني. نقول زين وشو نقولها اليوم وقلتها البارح ونقولها غدوة ويقولوها ولاد ولاد ولادي، لأنه شو لما الإنسان يكون يقول لك خلص قساوها منين خارج يد العرق، قال لهم من هذه الفجرة والعرق والدساس احنا نحاضروا من أسرة ثورية، سيبقى جهادنا ضد القوى الاستعمارية إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها بسم الله وبسم الله أكبر. ما نشرد حركة وما وحدة يا راتب. هاتشي كامل على البوليزاريو، هاتشي كامل على ودية البوليزاريو خدمة لإبراهيم غالي، هادشي كامل باش يرضى عليكم إبراهيم غالي. تسبوا فرنسا وبط فرنسا وموت فرنسا وشد فرنسا على وديت إبراهيم الغويليلي، على وديت الغويليلي دير فيكم هاد الحالة كاملة. يا لطيف يا لطيف عاود 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 عطنا دروس فيها فرنسا عمرها ما تحب لنا الخير. لا لا ماشي مشكرا لا فرنسا واللي يحب فرنسا واللي يخدم مع فرنسا من جبهة التحرير الوطني. نقول زين وشو نقولها اليوم وقلتها البارح ونقولها غدوة ويقولوها ولاد ولاد ولادي، لأنه شو لما الإنسان يكون يقول لك خلص قساوها منين خارج يد العرق، قال لهم من هذه الشجرة والعرق شتي أخوتي الجزائريين المنورين والمتنورين، شتي هذه الخطابات هي باش ركبوا عليكم لمدة 60 عام، 60 عام داروا فيكم باش بغاو غير بهاد الوش غير بهاد الوش ايه بهاد الكذوب هادو. حنا كي والعروق لا والذي ثوريه المجاهدين سليل كدا، حنا ولاد حنا ولاد اللي ولاد الشهداء ولاد ولاد المجاهدين كيبني بلادو كيخدم بلادو عندو عطاه سيدي ربي الخيرات هكا ما درتو بها حتى ملوه. عندكم 10 مليون الجزائريين خارجين 40 يعني عندكم الخمس خمس نتاع المواطنين على برا، هذه راه كارثة هذه إحصائيا سيت اون كاتاستروف. 10 مليون جزائري على برا وانت كتقول لي كدا كدا كدا. واحد آخر نسي ما عرف فين هو هذا، هذا نتاع الخميس شنو اليوم؟ لا قديم مش من الخميس، هذا نتاع تبون هذا نتاع الحولو شنو هو هذا؟ اسمعوا 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 ما يلزمش تضحك والله غادي نساليو مع هذا الاخوان، هذا هذا محامي محامي نتاعش
نتاع الطلاق والأسرة، فهمت؟ داكشي نتاع الأسرة، طلق اللي كدا، شحال تدي في النفقة، شحال تدي في هادي، يتزوج من هنا وما تزوجش كدا، هذا بقدرة قادر وبتشيات نتاعو وانتمائه إلى البنديسية البنغرينية، البنديسية البنغرينية اللي كينتمي ليها حتى مصطفى بوسبير. مزيان، راه مصطفى بوسبير بنديسي بنغريني، حركة البناء، باش تعرفوا هاد القضية هادي. هو حزب عنده داك النفحة الإسلامية بين مزدوجتين بعادين على الإسلام، داك كعرفوا داك أيوا. اسمعوا شنو كيقول. أقول لهم ما يلزمش تضحك علينا فرنسا، ما يلزمش تضحك علينا فرنسا. هادشي دابا في الحملة الانتخابية، هادشي في الحملة الانتخابية نتاع تبون، لأن هذا مدير حملة، هذا المدير الحملة الجهوي، مدير الحملة الانتخابية بولاية باتنا، هذا المدير نتاع الحملة في باتنا، هذا العبيط، هذا اللي قال لهم المغرب غادي نطحنوه في 22 ساعة ولا 14 ساعة ولا هذا. واسمعوا شنو كيقول دابا في الحملة الانتخابية وشنو كيقول. والله أقول لهم ما يلزمش تضحك علينا فرنسا، ما يلزمش تضحك علينا. هاد حكات عليكم دابا، أنا ما فهمش أنتم حتى دارت عاد جمعت رجليها، صافي راه دارت اللي دارته، أعتذر الإخوان، المهم المثل راه معروف، راه حتى دارت قصد عاد جمعت رجليها، راه دارت قصد، صافي فرنسا ضحكات عليكم. فرنسا ضحكات عليكم العباد، فرنسا ضحكات عليكم، صافي اللي طلع طال 60 عام ومازال كضحك عليكم. ما لازم تضحك علينا فرنسا، بر بر يا ودي بر، زيد العبيط علاش؟ فرنسا لما وقف الرئيس ماكرون قال فرنسا على مشارف حرب أهلية عقب نتائج انتخابات الدور الأول أين فاز اليمين المتطرف، هبت شرائح الشعب الفرنسي وأنقذت فرنسا، وكانت وراء ذلك الفضل للجالية الجزائرية والمسلمة بفرنسا، لأنه إذن دابا أنت كتعترف العابط الغبي بأنكم قدمتم خدمات الواحد الرئيس والواحد الدولة بالمجان، لأن هاد الهضرة هادي عندها علاقة مع داك الشيء اللي كتسوقوه بأن تبون تكلم مع داك ديال المجلس الكبير في فرنسا بأن الجالية الجزائرية دخلت كاملة صوتات من الجهة نتاع ماكرون، وفي التالي ماكرون حشاها لكم، جا المغرب وقال له الصحراء نتاعك حاضرا ومستقبلا. ايوا ماشي زعما دار لكم التخويره هذا، الا كنتو كتعتقدوا انكم فعلا نتوما اللي يعني انقذتم فرنسا من حرب اهليه، اذا نتوما خدامين لمصالح فرنسا بهذا اللوجيك. راه انت كتعترف بان فرنسا كانت على مشارف حرب اهليه لولا التدخل الجزائري بالجاليه نتاعت لي فوطات على ياك هكا. دابا مالكم غير تموتوا بالفقصة الجزائريين، مالكم مالكم غير كنحك في التصيله ديال التواصل ديال جدره الابواب النوافذ نتاع بوكم، دايرين لي بحال ياكوزا، مالكم غير نحك فيكم تطلقوا الريحه. الربعه ديال الكامونيين راه تدلون على انني مشجعكم. اخي البرنوسي اعتذر، ما غاديش نقبل سميتو الكيستات، غادي نكمل هاد الاخر، غادي عندي الشغل بزاف هكا. الاخوان اللي قرابين الافران راه كاين مهرجان، راني في افران، انا عندي مهرجان ديال افران، عندي اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا وبعد غدا، خمس ايام فيستيفال انترناسيونال تاع افران من 8:30 العشيه حتى 12 الليل، كاين الاخر السهرات، فنانين مغاربه محليين ودوليين، اسماء وازنه بلا ما نقول لكم شكون، ولكن داك الشيء زوين اللي قريب يجي مرحبا به الافران. صافي الا بغيتو ندير لكم شي اوتوغراف ولا تصوروا معايا ولا صافي ولا نشربوا شي قهوه، يلا تحياتي لكم. هذا غير بين مزدوجتي. زيد السي بيطام العابط في كان البرنامج تاع اليمين المتطرف هو طرد كل المهاجرين، فلا ينبغي انت الرساله للشباب ما تخليوش فرنسا تضحك علينا، نحن اولى، يجب ان نعطي يا ما يا شي خصك تقولوا لتبونا العابط، شنو تقول للشباب؟ اش غيديروا الشباب لفرنسا؟ دابا الله يرحم ليك الوالدين، قول لي يا بيطام العابط، دابا علاش نتوما كتلعبوا على الجزائريين؟ علاش دابا هاد الرساله ديال ما خصهاش تضحك فرنسا؟ كيفاش غتضحك فرنسا على الشباب؟ كيفاش غتضحك عليهم؟ باش ياك الشباب كلشي راه حارق لفرنسا، ياك راهم تمسون بابيي،
لا بلوبار نتاع لي سون بابي في فرنسا جزائريين و دي جون الجيريان. لا بلوبار لا بلوبار النسبه الكبيره كاع في في المهاجرين اللي سون بابي امازيغيه. بنت عمي تحياتي مرحبا بك، جيت معطله شويه بنت عمي. اه والله معليش للاسف الشديد ضيعتي سبيكتاكل زوين، درنا واحد الشو زوين واعر. فين كنا؟ كنا في القضيه نتاع كضحك الشباب. فرنسا راه ضحكات على تبون وضحكات عليكم نتوما المبردعين. اما الشباب، الشباب غدا تقولوا لي بابي نتاع فرنسا يمشي يبوس اليد لماكرون، يبوس له الصبع الصغير نتاع رجلو. على وديت الوراق، على وديت الباسبور. الباسبور الدوله الوحيده اللي ما كتعطيش الباسبورات لولادها هي الجزائر فرنسا. مبهدله الجزائريين فرنسا، مبهدلين بسبب الجزائر، بسبب النظام الجزائري. شكون كيضحك على الشباب الجزائري؟ ماشي نتوما. شكون اللي كيضحك على الشباب الجزائري؟ ماشي نتوما الربعه ديال الشميت. سير. هذا الرجل السند ليواجه فرنسا ويواجه المغرب ويواجه الامارات ويواجه يلا ساندو تبون ليواجه فرنسا ويواجه المغرب. ياك 4 سنين وهو مواجهنا، ياك 4 سنين وهو مواجه المغرب. اش دا البريكس بح حرائق نتاع القبائل، تمرست ما كاينش، الحليب ما كاش، اللوبيا ما كاش، العدس ما كاش، الماء ما كاش، كأس العالم ما كاش، كأس إفريقيا ما كاش، تنظيم نتاع كأس إفريقيا ما كاش، تمثيلية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ما كاش. شنو آخر؟ ما كاش. القجع قجعوا بوريطا بروطو أبرنوس برنسو، هادو غا حنا التكاتيكا دقدقناكم وشرشمناكم، وليتو تتعاملوا معنا، الدولة نتاعتكم ولات كتعامل مع التكاتيكا المغاربة. باش غتواجه انت مصطفى بوسبير؟ ياك مصطفى بوسبير نهار اللي ضرب هكذا هكذا لقى سميتو الصفحه مشات، دار الثانيه مشات، باش غتواجهو؟ باش باومليت، اومليت دابا غدا بنت غدا عندك سيمانه غنعطيك غتبقى له تما 100 ديال العباط ما كيتفرجوا فيه. شكون غيبقى لك تما؟ الرئيس كيتفرجوا فيه 20، اش بقى لك تما؟ لولا هاد المغاربه ديالنا الله يهديهم وهاد عصبوني كيمرضوني في هادي، والله العظيم ما يشوفهم حتى واحد. وانا كنهضر مع الركان ومن معاه حشومه صاحبي، والله العظيم الا الانسحاب ديالكم من تما اقسم بالله ما يبقاو تفرجوا فيهم غا 20 و20 20 واحد. باش غتواجهوا المغاربه؟ باش لا افتراضيا ولا باش. انا دابا يلا هادي شحال سيمانه وانا مشغول مع الكتاكيت كنربي فيهم، سريتهم التربيه حمدك يا ربي وشكرتك، مول كاميو حتى هو ربيتو تقاد تعوط. ايوا انا رجعت درت ساعه شرشمتكم تشرشيمن سيمانه وانا مخليكم طراي، ما درتو والو توزع صافي بلاش. يلا اخوان تحياتي، نمشيو نستعدوا للسهره نتاع اليوم.